السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، واحد الفيديو على واحد المنزل رائع جدا في مدينة وجدة. هذا المنزل مبني في واحد لوتيران ديال 112 متر مربع في واحد الحي سميتو لازاري، حي الفرح في مدينة وجدة. فيه أربعة ديال البيوت في المنزل، وجوج ديال لي صالون، وجوج ديال لي سال دو بان، وعندنا واحد لا كويزين اوفير على واحد صالون شوميني اوروبيان، وعندنا واحد لا تيراس فيها الباربوكيو. فريمون كاين لوكو في هذا المنزل، هذا رائع جدا. اخواني اخواتي، سمحوا لنا على طريقه التصوير، توصلنا بالفيديو عن طريق الهاتف النقال، يعني ما مصورش بكاميرا بروفيسيونيل. بالنسبه للناس اللي انتريسي كما العاده غادي نخلي لكم الرقم في اخر الفيديو.
نذكركم بالمساحة ديال المنزل 112 متر مربع في مدينة وجدة، وكنحيي الناس ديال وجدة من قناة موبيلي ماغو، كنحييهم مزيان مزيان بزاف بزاف. لازاري حي الفرح فين كتواجد المنزل، في 4 ديال البيوت، 2 ديال الصالونات و 2 ديال لي سال دو بان، وكويزين محلولة على واحد الصالون اوروبيان. بالنسبة للناس اللي انتريسي، الثمن ديال الدار 92 مليون سنتيم، يعني 920 ألف درهم. 92 مليون سنتيم. بغيتوا تفاصيل أكثر، تواصلوا بنا على 0661 67 86 80، واتساب نفس الرقم. ما بقى لي إلا نقول لكم في فرصة أخرى إن شاء الله. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم، الله يجيب لكم التيسير. السلام عليكم.